رجعنا عشان نكمل كلامنا مع ضيفنا العزيز كابتن ايهاب المصري اللي منورنا في حلقه النهارده. وزي ما حضراتكم اكيد متابعين معانا، الكلام بيروح ويجي ما بين المنتخب وما بين النادي الاهلي. بمناسبه الكلام عن المنتخب، كيروش كان صرح وقال انه عادي يعني طلب اقامه 3 مباريات وديه قبل توقف الدوري، قبل استئناف الدوري. قبل بالظبط كده. فهل تعتقد ان النوع ده من الطلبات ممكن يسمع في الدوري نفسه؟ ما هيأثر اكيد يعني الدوري برضه. احنا لغايه دلوقتي المفروض الطبيعي الدوري هيبدا يوم 25. ماتشات انجولا اعتقد من 10 و14 اعتقد في اول 11 يعني. فهو على الاقل هيبقى محتاج من اول نوفمبر يعمل معسكر طبعا. فده في 5 ايام هتعمل ماتشين، هيبقى صعب جدا. فدي هيأثر اكيد على المنتخب، بس هو لازم في نفس الوقت هو لازم يعمل ماتشات للدوري عشان يشوف لعيبه، عشان هو عايز يشوف ناس معينه، عايز يضيف عناصر جديده للمنتخب، عايز يشوف زي ما هو قال، طلع تصريح كويس قال لك ان المنتخب عامل زي البيت، ليه باب وشباك، اللي عايز يخش يتفضل. تصريح ذكي منه لان الدنيا مفتوحه للجميع، اللي عايز يثبت نفسه، عايز يوريني ان انا موجود، يوريني في من خلال ماتشات المنتخب، من خلال مباراته مع فريقه. فاتمنى طبعا التوفيق، بس ده اعتقد ال3 مباريات دي اكيد هتاثر بشكل كبير جدا على عوده الدوري او انتظام مسابقه الدوري. ودي اول مشكله ممكن تقابل الرابطه، ان الراجل فعلا محتاج المباريات عشان يعمل حاله من التجانس، لسه برضه منطقي الحقيقه، وطلب منطقي ان هو عايز يعمل، عايز يحط بصمته على المنتخب برضه، عايز لسه هو الراجل يعني بيبدا واحده واحده، لكن هو لسه ما وصلش للي هو عايزه من المنتخب. فهو محتاج ماتشات وديه، محتاج يشوف اللعيبه بشكل اكبر، محتاج يطبق خطط بشكل اكتر. فاعتقد ان المنتخب لازم ياخد حقه برضه، وياخد كل الدعم ليه. وممكن الرابطه تعمل له ماتشين في الدوري ممتاز بس قبل بدايه المعسكر برضه، من خلالها يقدر يشوف العناصر اللي هو عينه عليها. يعني اكيد هو مش هيكون عينه على العناصر كتيره، هو عينه على عناصر معينه، فهيكون هم اللي تحت المنظار في المباراتين اللي هم ممكن يتلعبوا قبل انطلاق المعسكر. ف ده حقه وحق مشروع ليه وحق اصيل، وكل الدعم ليه طبعا كمنتخب مصري، ان هو الهدف الاساسي لينا كلنا في مصر اللي احنا نوصل كاس عالم بشكل كويس، نمثل الكره المصريه في بطوله افريقيا ونحصل على بطوله افريقيا. فده الهدف الرئيسي لينا كلنا، وان شاء الله يكون خير لينا يعني ان شاء الله. ولو وصلنا لكاس العالم يعني 2022، هل بتعتقد بقى استكمال يعني الدوري اصلا؟ ما هي دي بقى برضه مشكلة كبيرة يعني. احنا لو وصلنا لكأس عالم نتمنى طبعا نروح كأس عالم، كأس عالم كأس عالم. فأكيد هيبقى في معسكرات قبليها وتوقفات كتيرة، وبقى في فترة كأس العالم فموسم صعب. هي المواسم احنا بقالنا كام موسم، موسم صعب جدا. كان من الأفضل ممكن اللي احنا نعمل موسم زي يعني مجموعتين، بس أنا جربته كلاعب كورة، من يعني صعب، رخم يعني في لغه الكوره. يعني انا ما كنتش حابب الموضوع، ما بتاخدش يعني ممكن ماتشين ثلاثة تلاقي الدوري خلص، ما بتلحقش تاخد. وكانت تبقى برضو مشكله في موضوع القرعه، لو الانديه معينه راحت هنا او انديه معينه راحت هنا ممكن هنا. وتعدى كمان اضيف السنه دي او اللي استجد كمان ان في فرق طلعت او اتصعدت من الممتاز به، بس فرق كمان عايز اقول لحضرتك حاجه، ده هي هتبقى عندها الفرق دي هتبقى منافس قوي جدا 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 على النجيل. لا ده عاملين صفقات على مستوى عالي جدا يعني. اول ماتش في الاسبوع الاول فيوتشر هيلعب فاركو، الفرقتين عاملين صفقات محترمه جدا جدا على مستوى عالي جدا، لعيبه دوليه ولعيبه كبيره ولعيبه محترمه. طب حلو، دوري هيحلو كمان وكمان، هيحلو الدوري هيحلو، هيبقى بشكل كويس وهيبقى منافس قوي جدا على الفرق دي كلها. هيبقى ليها طموح اللي هي توصل للمربع، ترجع تلعب بطولات افريقيه في اول مشاركاتها في الدوري الممتاز. فده هيخلي طعم الدوري وشكله كويس جدا، وده اللي احنا نتمناه، نلاقي كل الفرق على مستوى صحيح. واحد ما نلاقيش فيه تفاوت كبير جدا في المستويات. كل ما مستوى الدوري يبقى قوي، المنتخب هيستفيد، الراجل هيستفيد، كل مصلحه الكل. عوده الجماهير كمان هتدي طعم وحلاوه للدوري، هتفرق كتير يعني مع الانديه الجماهيريه كمان، لان الانديه الجماهيريه قوتها ومصدر قوتها من جمهورها. فلما يكون معاه جمهوره وفي ظهره جمهوره هيحس، لما يكون مثلا في اوقات في الملعب انت كلاعب محتاج جمهورك في ظهرك ينبهك يحفزك يبقى في ظهرك دايما. فاعتقد وجود الجماهير هيبقى هيفرق كتير جدا مع الصفقات الجديده اللي الانديه كلها عاملاها والاستعدادات القويه اللي عاملينها.
فاتمنى نشوف موسم. بص الحلو في الموسم القادم ان احنا منتظرينه يعني بشوق زي ما بيتقال، بس ما نعرفش هل هينتظم ولا لا. ما هي دي ما حدش يقدر يتكلم فيها دلوقتي، بس الفكره ان في كده عندنا حماس يعني متفائلين خير وان شاء الله نتفائل خير. ونقطه التنافس انا شايفه ان ده مصلحه النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، كمان لو هنتكلم بقى لا طبعا ان احنا أكيد عايزين منافسين برضو، يعني مش حلو ان انت تفوز ومن غير تنافس قوي. بالعكس ده اللي احنا عايزينه ويكون منافس قوي فعلا تتغلبي عليه، ويكون لو ليكي منافس بنفسك على القمه هيكون الماتشات كلها على 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 قوه واحده، ما تكونش لصالح الكره المصريه. لصالح الكره المصريه اكيد.